السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باتش 2021. برحب بحضراتكم النهاردة في الشرح الخاص بالتعامل مع نظام ال LMS الخاص بالسيو مينا فراي، وهو نظام المودل. بعت لحضراتكم ايميل موجود في اليو ار ال او اللينك اللي هيدخل حضراتكم على المودل، ومرفق فيه اليوزر نيم والباسورد، وحضراتكم كمان تقدروا تكتبوا في الادرس بار على حسب البراوزر اللي حضراتكم بتستخدموه، سواء انترنت اكسبلورر او جوجل كروم او الفايرفوكس. حضراتكم تقدروا تكتبوا e-learning.med.acu.edu.eg/mina-fry/. هنكتب اليوزر نيم بتاعنا وهنكتب الباسورد، ومفيش مشكلة لو قال لحضراتكم invalid login، هنكتب اليوزر نيم والباسورد مرة تانية. الانترفيس او الداشبورد اللي ظاهرة عند حضراتكم، اول حاجة فوق مكتوب الاسم بتاع اليوزر اللي دخل، وبعد كده هنا دي الكورسات اللي موجودة في فيز 1، وكل كورس هيبقى موجود فيه ان شاء الله البروجرس بتاع حضراتكم. الحاجة التانية اللي هي مهمة جدا اللي هي الـ Upcoming Events، وهي دي بيبقى فيها الـ Assignment، وموجود فيها كمان الـ Sessions الـ Online اللي المفروض حضراتكم تحضروها. هندخل على الكورس الخاص بالـ PME 1 أو Project Management Evaluation. لما ندخل على الكورس هنلاقي الديسكريبشن والاوبجكتيفز، كمان في الاونلاين سيشن، وده اللينك الخاص بزوم اللي هو هندخل عليه عشان خاطر ندخل على الاونلاين سيشن، ومعاها الانستراكشر اللي مطلوبه عشان حضراتكم تدخلوا على المحاضره. بعد كده هنلاقي حضراتكم السيلابس، واي فايل انا محتاج انزله او محتاج ان انا اشوفه بضغط عليه، وطبقا للداونلود اللي هيحصل عندي حسب البرنامج الداونلود اللي انا بستخدمه هيبدأ يوريني الفايل. انا بستخدم برنامج انترنت اكسبلورر او انترنت داونلود مانجر، هو فتح لي اهو السيلابس وموجود فيه كل المعلومات اللي مطلوب حضراتكم تعرفوها في السيلابس. بعد كده في الفيديو ليكتشر، وهو ده الخاص بالمحاضرات اللي هي البري ريكويزيت موديل كورسز زي ما حضراتكم شايفين هنا. لما بضغط عليه بيدخلني على الوان درايف على الفيديو اللي المفروض حضراتكم تكونوا اتفرجتوا عليه او هتتفرجوا عليه زي ما حضراتكم شايفين. بنقدر ان احنا نتحرك نجري الفيديو او نعلي الصوت او نخفض الصوت زي ما For the احنا department, we may be too عايزين. passionate about our projects and hurry to begin implementation. نرجع باك للكورس الـ PME بتاعنا، هنلاقي بعد كده الـ handout والـ material والـ required reading، وكمان هنلاقي ايه الاساينمنت اللي كانت مطلوبه او اللي هي هتبقى مطلوبه منكم طبقا للفاكولتي والانستراكشن اللي هيبلغها لحضراتكم الفاكولتي في المحاضره. ده الشكل بتاع الاساينمنت لما انا اضغط عليها كده، بيجي هنا بيقول لي الحاله بتاعه الاساينمنت بتاعتي عامله ازاي. هنا طبعا مفيش اي كومنتات او مفيش نوت، مفيش جريد او كده لان انا ما بداتهاش، وهنا كاتب لي يو هاف نوت ميد ا سبمشن يت، يعني لسه ما عملتش سبمشن دلوقتي. مذكور لي امتى انا هعمل الاساينمنت بتاعي، تمام، وقايل لي ان انا لازم اعمل ابلود يور بروجكت مانجمنت ورك بوك ويز بارت 1 ستيب 1 تو 4، تمام، وقايل لي ده الديو ديت لازم بحلول يوم 18 نوفمبر ان انا اعملها. ففي الاساينمنت دي انا بحضر الورك بوك بتاعي طبقا للفاكولتي ما هيوضح لحضراتكم الجزئيه اللي حضراتكم المفروض تبقوا مخلصينها، وبضغط على كلمه اد سبمشن، تمام، وببدا
اختار او ابدا اضغط على العلامة دي عشان يقول لي انت فين الفايل بتاعك موجود. بدوس على كلمة ابلود فايل، بختار تشوز فايل، بشوف الفايل موجود عندي فين في الجهاز، وهفترض ان هو ده الفايل، تمام. وبعد كده بدوس على كلمة ابلود ذس فايل، بنتظر لغاية ما تظهر لي العلامة ان الفايل اترفع بالشكل ده. او بيبقى الطريقة التانية اللي انا ممكن اعملها اني دراج اند دروب، اللي هو انا هختار الفايل بتاعي، هشوف مكانه فين، وهسحب الفايل بتاعي كده. الطريقة التانية اني بسحب الفايل، تمام، اللي انا عايز احطه، يعني الطريقة دي اسمها دراج اند دروب، اللي هو انا بسحب الفايل اللي انا عايزه وبحطه كده بالماوس في قلب المكان او المربع المخصص، وبعد ما بخلص بيكتب لي اسمه وادوس سيف تشينجز. طيب دلوقتي ممكن حضراتكم تسألوا، انا دلوقتي محتاج اعرف ده الفايل بتاعي مظبوط ولا لا، او هو ولا مش هو. هنرجع برضو في نفس المكان، هنعتبر ان احنا خرجنا، وهنيجي نخش على السيشن اللي فيها الاساينمنت، وهضغط على الاساينمنت حتى بعد ما انا عملت لها ابلود، مفيش مشكلة. هدوس على الفايل هينزل لي، هقدر افتحه. لو لقيت ان الفايل بتاعي مظبوط مفيهوش اي مشكلة، خلاص تمام. لو انا حسيت ان انا في اي حاجة انا محتاج اعدلها، هدوس على edit submission، خلاص، وادوس على الفايل وادوس delete ومقايل اوكي، واقدر ارفع الفايل تاني برضو بنفس الطريقة، سواء ان انا اضغط هنا اهو ويقول لي choose file، او اسحب الفايل بتاعي واحطه في مكانه. انا اهو هعمل delete، اقول اوكي، وهاجي اطلع كده، هاجي اسحب الفايل بتاعي واحطه في المكان اللي فيه السهم الازرق ده. وانس ان هو حمل، بدوس سيف changes، وبعد كده بقول له submit assignment، وهو معلم على المربع ده، واقوم دايس continue. بمجرد ما انا بعت السبميشن بالشكل ده، ما اقدرش اني اعدل فيها خلاص. لكن لو انا ما كنتش دوست submit my submission، اقدر ان انا اعدل الفايل. كده خلاص الفايل اتحط. كل اللي انا اقدر اعمله ان انا انزل الفايل اشوفه، لكن ما اقدرش اني اعدل الفايل. الحاجة التانية المهمة اللي انا عايز حضراتكم تعرفوها، اللي هي برضو هنا انا حاطط تيست، هي مش هتبقى موجودة في السيشن دي، هتبقى موجودة في سيشن تانية، اللي هي الفورم. الحاجة التانية اللي انا عايز اوريها لحضراتكم اللي هي الفورم، تمام، اللي هي الحاجة التانية اللي انا عايز اوريها لحضراتكم اللي هي الفورم. والفورم دي بتبقى عبارة عن مطلوب رأي حضراتكم في شيء، بيبقى عبارة عن شات حضراتكم بتكتبوا فيها الموضوع اللي حضراتكم هتتناقشوا فيه، وبيبدأ يبقى فيه ريبلاي على الموضوع ده، وممكن حضراتكم تتكلموا اكتر من مرة. بيبقى طبعا مكتوب الديسكريبشن زي ما انا كاتب تحت كده، خلاص، بيبقى شارح فيه ايه اللي هيتم في الفورم. كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا اضغط على الفورم، وبعد كده ادوس add a new discussion topic. ده عبارة عن discussion حضراتكم بتتكلموا فيه، بكتب اسم او عنوان الديسكشن، وببدأ اكتب المسج، ولو في انا فايل معين انا عايز ابعته بحطه
في الجزء ده برضو بنفس التكنيك اللي احنا اتكلمنا عليه في الاساينمنت، ازاي ان انا احط فايل سواء دراج اند دروب او اضغط من هنا عشان اضيف الفايل بتاعي. فهكتب one مثلا والمسج تيست 2 واقوم قايل له بوست تو فورم، ولما انا بدوس دوس بوست تو فورم بيظهر لي يور بوست was successfully added، يعني خلاص انا البوست بتاعي اتحط وهكذا. واقدر كل شوية يا اما انا اضيف new discussion topic او اقدر ان انا اعمل reply على وليد، يعني انا اقدر ان انا reply لما ادوس على كلمة discussion دي تحتيها اسم الديسكشن، لما ادوس عليها هشوف ايه اللي مكتوب في الديسكشن واقدر ان انا اعمل ريبلاي عليها ارد عليها وكده. طبعا كل واحد وعلى حسب الرد او الحاجة اللي هو عايز يردها. تمام، وبعد كده اهو تيست 3 مثلا وهم دايس بوست تو فورم وتبدأ تتحط في المكان ده. ويظهروا بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. نرجع بقى حضراتكم على الهوم او نرجع على الداشبورد، ونيجي هنا عند الـ upcoming events. دي فيها الـ assignment اللي مطلوب من حضراتكم تعملوها، وفيها كمان احنا حاطين لحضراتكم المحاضرات الاونلاين اللي حضراتكم ان شاء الله هتحضروها ابتداء من يوم 12. فنيجي مثلا هنا عند حضراتكم اول محاضرة اللي هي starting the journey، المفروض ان حضرتك هتكليكوا عليها كده، هدوس عليها فيفتح لي هنا التفاصيل، وهنا ده اللينك بتاع الزوم اللي ان شاء الله حضراتكم هتضغطوا عليه كده فيدخل لحضراتكم عشان تفتحوا وتدخلوا على الزوم في التوقيت المحدد لحضراتكم عشان تشتغلوا على الاونلاين سيشنز. هرجع تاني حضراتكم برضو للمين هوم او الداشبورد بتاعتنا، ودي حاجة اوبشنال لو حضراتكم عايزين تعملوها، ان حضراتكم ممكن تغيروا الصورة بتاعة البروفايل بتاع حضراتكم بحيث ان انتوا تحطوا صورة خاصة لحضراتكم. انا بضغط على الصورة اللي موجودة هنا فوق على اليمين، وبعد كده بختار edit profile، وبعد كده بنزل تحت واختار new picture، بدوس على علامة الفايل، بدور على الصورة بختار على كلمة choose file، وبختار المكان اللي فيه الصورة اللي انا عايز احطها، ولو تكن هي دي الصورة اللي انا هحطها للاكاونت بتاعي. بمجرد ما الصورة بتتحط بتظهر عندي بضغط على كلمة update بروفايل عشان الصورة تظهر زي ما حضراتكم شايفين، وأقدر إن أنا أغير الصورة زي ما أنا عايز بنفس الطريقة. أتمنى إن أنا أكون وصلت معلومة مفيدة لحضراتكم، إن شاء الله يكون علم ينتفع به. شكرا لحضراتكم.